few moments, we're going to start the first plenary, but before that, a few words. كما ذكر فاليري وقد ذكر أن هذا المنتدى الهدف منه أن نقوم بالاجتماع ونقوم بالتحدث لبعضنا البعض ونقوم بطرح الأسئلة ويكون لدينا الفرص ونقوم بعمل هذا على قدر المستطاع. أما من جانبنا فقد قمنا بوضع برنامج لتحقيق هذا الأمر. هناك ثلاثة عناصر أساسية في المنتدى. الجلسة التي سوف تبدأ حالا وهي عبارة عن جلسة حوارية ونقوم بإطلاق الحوار، وبعد ذلك سوف يكون هناك ورش عمل وهي تتميز بالطابع الفني والمتحدثين الذين سوف يقومون بتقديم عروضهم التقدمية ويقوم بتقديم حلولا لحماية التراث في مناطق مختلفة وعلى حسب أنواع مختلفة، وكذلك سوف نقوم بتشجيع الأسئلة أثناء هذه ورش العمل هذه، وكذلك يمكن أن تحضر على حسب الموضوع المحدد. أما العنصر الثالث فهو مقسم على حسب المناطق، لدينا العراق وأفغانستان واليمن والساحل، وهذه المجالس سوف تكون رسمية وسوف نتحدث عن المشكلات في أقاليم معينة ومناطق معينة والحلول، ولقد دعونا بعض الأشخاص لتقديم أمثلة على مشاريع، وكذلك أيضا سوف يكون هناك حوار كبير على قدر المستطاع. هذا هو برنامج أثناء النهار. أما أثناء المساء فسوف هناك شركاء قد قاموا بتقديم البرامج لنا، ونحن نخطط لبعض الأنشطة الليلة. بعد انتهاء جلسة المجلس سوف نذهب إلى الحصن، وهو أقدم المباني في أبو ظبي، وليلة غدا سوف نذهب إلى اللوفر وسوف هناك جولة إرشادية هناك، وأتمنى أن تنضموا إلينا في تلك الفعاليات والأنشطة. الجلسة التالية فهي تتعلق أو سوف نقوم بإيضاح بعض التعليمات بالنسبة لكافة المتحدثين المدعوين للجلسة الحوارية. عندما تأتون إلى المسرح يمكنكم أن تقومون بتقريب الميكروفون إلى الفم، لأن يتم تسجيل هذه الجلسة ويتم ترجمتها، ولذلك يجب أن يكون الصوت واضحا على قدر المستطاع. المعلومة الثانية أن لدينا سماعات الترجمة من أجل الترجمة الفورية لكافة الجلسات فقط. إذا ما يمكنكم أن تقومون بترك السماعة بعد أن تتركون القاعة، وبعد ذلك إذا ما ذهبتوا إلى قاعة أخرى يمكنكم أن تأخذون سماعة أخرى حتى تساهموا بتسهيل الأمر على العاملين الفنيين. وأخيرا نحن ندعوكم لأخذ جولة في معرض ألف، وسوف تذهبون هناك، وإذا ما أردتم أن تقضون بعض الوقت في معرض ألف أثناء الاستراحات عندما يكون لكم الوقت يمكنكم أن تذهبون لزيارة هذا المعرض في الخارج خارج القاعات، وسوف يكون هناك زملاء سوف يقومون بمساعدتكم وإرشادكم، ويمكنكم أن تقومون بالتحرك داخل المبنى هنا من خلال استخدام الآيباد، وكذلك هذا يشجعك على التجول هنا. وأعتقد أن هذا هو كل شيء بالنسبة لكافة التعليمات والإعلانات، فلنبدأ بالجلسة الحوارية الأولى وعنوانها بعد 6 سنوات وإظهار أعمال ألف على مدار 6 سنوات السابقة. أود أن أدعو إلى خشبة المسرح معالي كاترينا تشويفا، السيد وين ديان، الدكتور ليث حسين،
الدكتور سامويل سي دي بي، دكتور ماريت ويسترمان، والسيدة بنسيد دو موتولر. مرحبا بكم وشكرا انه من الرائع ان اراكم هنا بعد عده اشهر من التخطيط لحضوركم، انه من دواعي الشرف. اذا فنبدا، منذ 6 سنوات فقد تم تاسيس الف كاستجابه لتدمير وحالات الطوارئ الخاصه بها مناطق تراثيه واتراث، وهذه الجلسه سوف نتحدث فيها عن تأسيس ألف والمشاعر في تلك المرحلة، وكذلك سوف نتحدث عن رحلة تطور وإنجازات ألف، وكذلك أيضا لا نتحدث كثيرا، ولكن علينا أن نفكر في المستقبل أيضا. ولذلك سوف أبدأ مع دكتور سمر سي دي بي. أنت من مالي، ونحن نتذكر كيف أن التراث الوطني قد تم استهدافه. هل يمكن أن تتحدث لنا ما كيف كانت الظروف وقت ذاك وبعض الأحداث التي حدثت وفيما يتعلق بالعمل التراثي؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على منح هذه الفرصة للتحدث عن الأوضاع في مالي. وكذلك العمل الذي نقوم به في مالي، فلقد تعرضنا للهجمات من قبل الجهاديين هناك في مالي، الذين قد قاموا بمنع العامة من أداء طقوسهم والاحتفال، وكذلك أيضا قاموا بمنع الأشخاص من زيارة الأماكن التراثية، وكذلك أيضا هناك أيضا أوضاع عدم الاستقرار والاضطرابات، وخاصة في شمال مالي، وشمال مالي ما زال تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص، وهي عرضة للعنف. ومنذ 2008 أيضا لقد شاهدنا أيضا نطاق كبير من التدمير. وكذلك أيضا لدينا ثورة كبيرة أو ثروة كبيرة من التراث، وكذلك هذا يشكل أمرا كبيرا وذو قيمة كبيرة في مالي، ونحن لم نكن قادرين أن نقوم بتوفير الأمن والسلامة لتلك المواقع. وكذلك أيضا هذه الأماكن التراثية قد تعرضت للخطر، وكذلك أيضا كانت هناك تعرض أيضا لمخاطر التغير المناخي، وهذا واقع واضح جدا في مالي. هناك التصحر الذي يمنع الكثير من ممارسة التقاليد التراثية والطقوس والحفاظ عليها، وأيضا هذا يؤثر على البلد كله. وكذلك أيضا حركة
السكان وتدفق السكان وحركتهم، وكذلك أيضا هناك آثار مثل التصحر كما قلت، وهذا أيضا يقيد حركة السكان. ولكن هذه الآثار ما زال لديها أثر كبير ولها أثر كبير على التراث في مالي. ونحن في ألف نستطيع أن نرى ما الذي يمكن أن نقوم بتقديمه لمالي ولحماية تراثنا. وأيضا لقد رأينا صور وفيديو ومقاطع فيديو التي قمنا بتشغيلها قبل ذلك، وأعتقد أننا سوف نرى بعد الإجراءات والأعمال التي سوف نقوم بالقيام بها. ولذلك نريد أن نقوم بأداء أعمال الترميم التي سوف نقوم بتوفيرها، وكذلك أيضا نحتاج إلى الحفاظ وحفظ المستدام للمواقع التراثية، وهذا سوف يسمح للسكان بالاستمرار في ممارسة طقوسهم في حياتهم العامة، وكذلك أيضا من خلال إحضار العناصر الطبيعية. وبالنسبة للذين يعرفون هذه المنطقة فهم يعرفون أن التصحر فقد قام بمحو الأماكن التي يمكن للشخص أن يقومون بالسكن فيها، وكان له آثار سلبية، وهذا سوف يؤدي إلى خلق الزخم. حتى نقوم بإعادة أعمال الاستعادة والترميم والتعافي، وكذلك أيضا هناك أنشطة من التآكل التي أصابت هذه المناطق من العالم. وأيضا ألف أيضا قد قامت بالتدخل من أجل الحفاظ وصيانة وصون الآثار ومواقع التراثية في هذه المنطقة التي كانت ضحية للعنف والهجمات في هذه المنطقة. وكذلك فإن العنف الذي يستشري في هذه المنطقة ليس فقط لديه آثار على الآثار، ولكن أيضا على السكان أيضا الذي تم تشريدهم ونزوحهم إلى أماكن أخرى. وبالنسبة لي أود أن أقول هنا أن عملية الترميم وصون وحفظ التراث فهو عمل جماعي ومسؤولية جماعية، وكذلك يتطلب مشاركة السكان والعامة، فهذا أمر مهم أيضا. وأيضا السكان الذين فقد كانوا ضحايا لكافة أعمال العنف والهجمات، ما علينا أن نقوم بعمله هو أن يكون هناك ثقة لبناء هذه المناطق مرة أخرى، وكذلك يجب أن يكون هناك إسهامات تتوجه إلى هذه المنطقة، وكذلك أيضا التغلب والتصدي لأعمال العنف. ويجب لألف أن يكون لها فرصة الدخول والتعامل مع المجتمعات والسكان. وشكرا على حسن استماعكم. لقد ذكرت الكثير من وجهات النظر التي سوف نقوم بمناقشتها في هذه الجلسة، وشكرا على مداخلتك. الأوضاع خطيرة للغاية ولها كثير من الآثار على المجتمعات، وعلينا نأخذ في الاعتبار ما قبل وما بعد الصراع. وكما ذكرت أن السكان في مالي فيجب أن يحصلون على الدعم من ألف، وألف سوف يكون أمامها كثير لتقدمه لمالي. دكتور دكتور ليث، عندما قامت داعش بالهجوم على المواقع التراثية في بلدك، هل يمكن أن تصف لي مشاعرك في تلك المنطقة، وأيضا بصفتك أيضا متخصص في الآثار وحتى أنت كمواطن عراقي، ما هو شعورك في تلك الفترة؟ أعتبر اللقاء المهم جدا لي.
طرح رؤية ألف حول الحفاظ على التراث طبعاً كانت هجمة داعش الإرهابية هجمة عنيفة جداً على العراق وعلى مقدرات العراق التراثية والحضارية. ضرر داعش لم يكن على البشر فقط وإنما كان على الحجر أيضاً. منطقة الشمالية طبعاً بالخصوص منطقة الموصل والمنطقة المحيطة بها قاموا بتفجير أكثر الجوامع والكنائس اللي موجودة في المنطقة كلها، إضافة لمواقع التراث العالمي. لدينا موقعين من التراث العالمي وضعت على لائحة الخطر من جراء أعمال داعش الإرهابية التي هي سمراء والحضر. قاموا بتدمير، طالت يد الإرهاب تدمير هذا الموقعين مهمين جدا. مثل ما رأيتم التدمير كان في الموصل على سبيل المثال شامل وكامل، لم يبقوا شيئا موجود حضاري تراثي يمثل تجانس المجتمع العراقي في تلك المنطقة. طبعا امتدت يد ألف للمساعدة في هذا المكان المهم جدا الذي نعتبره نحن في العراق مكان اللحمة الحقيقية للمجتمع العراقي. كان أكثر من مشروع في ألف أو لألف في هذه المنطقة. طبعا ألف لها 25 مشروع في العراق. منذ تأسيس ألف بادرت لإنشاء شراكة حقيقية مع العراق لأنه اعتبرتها المتضرر المباشر جراء إرهاب داعش. طبعا خلقت ألفة حميمية حقيقية بين ألف وهي العام الأثر والتراث فيما يخص حماية الممتلك الحضاري في العراق. الآن تجدون في كل مكان في العراق لألف بصمة حقيقية في صيانة وحماية الموروث الحضاري. تركيزنا الأساسي ليس فقط في إعادة البناء، وهذا ما تركز عليه ألف أيضا، ليس فقط إعادة البناء وإنما تدريب الكوادر المؤهلة لاستدامة هذه المواقع الأثرية والتراثية في المنطقة لتكون تعكس الوجه الحقيقي للمجتمع العراقي. طبعا ألف مستمرة في مشاريعها في العراق بعد هذا التدمير. المشاريع أيضا أتوقع أن هناك المزيد من المشاريع التي ممكن أن تحمي التاريخ أو التراث الحضاري الموجود في العراق. أيضا يد ألف امتدت ليس فقط للأماكن التي طالتها يد داعش الإرهابية، فعلى سبيل المثال للحصر هناك في قبل سنتين حصل تساقط لأكبر قوس موجود في العالم وباقي في العالم اللي هو إيوان المدائن كتايسفون أو طاق كسرى. فاستجابة سريعة من ألف أرسلت الخبراء للمنطقة وقاموا بتقييم الأضرار في ذلك المكان وأيضا عملوا بشكل كبير للحفاظ على هذا الإرث الحضاري للمنطقة. وأتصور الآن حافظوا على في أقل الحالات على عدم استمرار تساقط هذا الإرث الحضاري. هناك المرحلة الأولى تم الحفاظ على ما تبقى من القوس، أو المرحلة الثانية إن شاء الله ستكون هناك إنشاء كامل وإكمال الطاق لكي تدعم بشكل حقيقي لتلافي أو يعني تحاشي عملية السقوط هذا الطاق. إذن يد أليف تمتد ليس فقط في أماكن التي طالها الإرهاب وداعش الإرهابي وإنما أيضا في أماكن أخرى في العراق محتاجة لأعمال الترميم والصيانة. شكرا جزيلا لماذا فضلت به، وهذا يعد مثالا من تلك الأمثلة التي لم تهاجمها داعش، ولكن هذا يعد من الأماكن الأكثر أهمية الذي يحتاج حماية. وقد شاهدنا بعضا من الصور في الفيديو كما رأينا هذا الأمر، ونستطيع أن نستكشف هذا المكان لاحقا. فشكرا جزيلا لهذه التعليقات التي وجهت لنا أو بينت لنا أننا
في عبر كل هذا المكان في الشمال في الجنوب في كل مكان على ما يزيد على 25 مشروعا استطعنا أن نعمل هذا الأمر بشراكة كبيرة. I think Iraq is one of the countries that benefited much from ALIF and many happy terms for ALIF Foundation. شكرا جزيلا. إذن نحن إذا ما عدنا سنعود إليك بعد دقائق الآن نتحدث عن رئيس هذه المؤسسة في العام. هذه المؤسسة والسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة هي تعد من السفارات المهتمة بهذا الأمر. لكم أن تحدثون عن هذا الأمر والشعور الذي كان لكم في هذا الوقت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ساندرا. شكرا جزيلا لدعوتي للحديث في هذا المؤتمر بصفتي السابقة. إذن نحن نربط الثقافة بالتاريخ والمعتقدات. أنا حقيقة في العام 2016 في شهر أغسطس كنت في فرانكو في باريس وكان علي أن أقابل العديد منكم في إلى نيويورك وكنا نلتقي هناك لمدة 3 سنوات وكان الرئيس تحدث عن إطلاق مؤسسة تهتم بالحفاظ على التراث وهذه الفكرة استطعنا أن نبدأ من نقطة أساسية وهي كانت بدأنا من تدمير المعبد الذي كان في بنغال. هذا المعبد ننظر تلك الميكانيزمات والتي نتحدث بها عن تلك الأمر ولم يكن كافيا في هذا الوقت. إذن وكذلك باريزا كانت تقنع الرئيس أولاند بإطلاق أو بكتابة تقرير على ما يجب أن يفعل في لحماية هذا التراث أمام الهجمات الإرهابية وهذا دعاه إلى أن يعين جاك لوند ويتحدث بشكل خاص مع دولة الإمارات العربية المتحدة وما ينبغي أن نفعله. إذن هذا الأمر استطعنا أن في شهر سبتمبر أن نقدم بعض الخطط وجهزنا هذه الفعالية وتحدثنا عن إنشاء هذه المؤسسة لم تكن تدعى ألف في ذلك الوقت وكنا نريد أن نجمع 100 مليون ولم يكن المال متوفرا في ذلك الوقت. بدأنا بجمع مليون فرنك من القطاع العام والقطاع الخاص ولم تكن تلك الحكومات فقط ولكن كانت الحكومات مع المجتمع المدني. استطعنا أن ننشئ هذه المؤسسة تستطيع أن تعمل بشكل سريع وتتدخل بشكل سريع وهذا يعد مثالا جيدا من تلك المؤسسات. استطعنا أن نحقق هذا الأمر ولم يكن الرئيس أولاند وكذلك الرئيس جو بايدن وكان هذا أمرا رائعا وبشكل عام استطعنا أن نتصرف بشكل سريع لحماية التراث أمام الهجمات الإرهابية وسوف نتحدث عن هذا الأمر لاحقا بصفتي السابقة. وكذلك هذا يعد من الأمور المهمة التي تطورت فيها مؤسسة ألف وغيرها من المؤسسات الأخرى التي استطعنا أن نواجه بها تلك الهجمات الإرهابية أو تلك الأفعال الإرهابية ونسعى بها للحفاظ على التراث في تلك المواقف الحرجة مواقف الأزمات. ونحن كنا في نيويورك وكان مؤتمرا قبل هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في أبو ظبي ولدينا لجنة علمية ولدينا هذه استطعنا أن نجعل هذه المؤسسة بشكل عام وكان يسرني أن نعقد عددا من هذه الاجتماعات مع ماريا التي تحضر معنا الآن ونظن أننا كنا كذلك في واشنطن وهذا يعد من الأمور التي نطمح إليها في ألف وهذه المؤسسة كذلك بطريقة أساسية جعلناها لها صبغة عالمية بقدر الإمكان. والأمر الأهم الأخير الذي أعبر عن دهشتي من عقد هذا الأمر وهذا الحماس الذي نعمل بها وهذا الانفتاح الذي كانت تسم به تلك اللقاءات
وتسعى بزيادة الوعي العام تجاه تلك الحروب التي تدعم أو التي تحتم النظر إلى هذا الدعم على أنه ضرورة، وهؤلاء الشركاء الذين يقدمون الذين نسعى لتقديم الدعم لهم، ونشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم. It's gratifying to know. إذن من المهم لنا أن مؤسسة ألف تسعى لتقديم تلك الجهود الداعمة على مدى هذا التاريخ، وما زال لدينا تلك الطاقة وهذه هذا النشاط والاستجابة، وكذلك هذا الشعور. كل شخص في هذه الغرفة ما زال يشعر لديه هذا الإحساس بالقوة والنشاط بأن يحرز هذا العمل. وبعد ما يزيد على 6 سنوات ما زال هذا الإحساس متوقدا في داخلنا بشأن ما نسعى لتحقيقه. شكرا جزيلا. إذن أود الآن أن أعود إليكم مرة أخرى. الصين كانت لها صلة بألف، ارتبطت بألف منذ البداية، ونريد أن نتحدث عن أهمية حماية التراث الثقافي بالنسبة للصين، ولماذا اختارت الصين وأن تتعاون مع ألف. شكرا جزيلا لك. وأظن في بالنظر إلى هذه الفرصة هي تعد من هذا يدل على شعورني بالسعادة أنا وأسرتي، واستطعنا أن نستفيد أو أن نشعر بتلك المشاعر الطيبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأود كذلك أن أشكر مستضيفينا من دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة السياحة والثقافة في أبو ظبي، وكذلك مؤسسة ألف لهذه المناسبة الأساسية التي مكنتنا من المشاركة في هذا المنتدى. ولماذا الحفاظ على التراث من الأساسية في الصين منذ زمن بعيد؟ الصين لها تاريخ بعيد على مدى ما يزيد على 500 سنة. التراث الثقافي، مؤسسة ثقافية في وسط تهتم بإثراء الثقافة في هذه الدولة المقاومة. فالمعهد الحفاظ على التراث الثقافي يهتم بترسيخ الفخر الثقافي وفخرنا بالتراث، وهذا الأمر يعد من الأمور المهمة لنا في حياتنا، وهذا يعد من الأمور المهمة التي يجعلنا نضع هذا الأمر أهمية لنا، وتوفير المصادر الاقتصادية والمالية والثقافية والبشرية لكل هذه الأمور. ولدينا كل هذه الأمور التي توجب علينا حماية التراث من أي ضرر قد يلحق بها، وكذلك لكي نحمي وننشط التنوع الثقافي في العالم على المستوى العالمي. ونريد أن نعرف كذلك على مدى السنوات وبفضل الرئيس اهتمام الرئيس بالتراث الثقافي وقيادته المتفردة واهتمامه بالتراث الثقافي استطاع أن يؤكد على أهمية هذا الأمر في داخل الصين، وهذا يعد في نفس الوقت له جوانبه الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهذا الأمر من الواضح الآن أن الصين قد قررت أن تنضم إلى ألف بفضل التأثير الذي له من الإرادات السياسية المختلفة من دول مختلفة، خصوصا دولة الإمارات العربية وفرنسا والصين وممثلي هذه الدول وغيرها من الدول التي تلتقي في هذا الاجتماع اليوم على مدى 6 سنوات. إضافة إلى ذلك لدينا النواحي أو الأسباب الثقافية، ليست الأسباب الوحيدة، لأن الأسباب الثقافية تعتبر هذا الأمر يعد سببا أساسيا وسببا مهما، ولكن أهم من ذلك هو أن نحافظ على ذاكرة البشر وعلى ذاكرة التاريخ الإنساني، وهذا يعد بالحفاظ على النواحي الروحية والنواحي التي تتعلق بالجانب الغير الملموس من الثقافة البشرية وطبيعة الإنسان. وبشكل عملي الصين تريد أن تستمر في هذا الهدف الطموح وأن تسهم في بناء المجتمعات
على المستوى الثقافي والاجتماعي ومشاركة التراث الثقافي. وفي النهاية الصين تعتقد في التعاون والتنسيق مع ألف، وهذا يدعو إلى بفضل الشراكة بين الدول والمؤسسات وكذلك بعض الأشخاص المتفردين الذين استطاعوا أن يضيفوا جهودا كبيرة في هذه الشراكة لحماية هذه الأمور من الاعتداء، من البيع غير الشرعي أو التهريب أو غير ذلك من أمور من أو تحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التهديدات التي تحدث بسبب التغير المناخي وغير ذلك من الأمور والنماذج التي نسعى بها لحماية هذه المواريث الثقافية التي نحاول أن نوائم بينها وبين هذه الأمور بنواحي عالمية بنواحي دائمة بشكل دائم مستمر في هذا الموقع. شكرا جزيلا، شكرا لهذه التعليقات، وهي من الأمور المهمة ونريد أن ننظر إلى هذه الأمور، ننظر إلى تلك الجمع بين القيم والمواريث الصينية الثقافية وغيرها من المواريث الثقافية لدى الدول الأخرى. وكذلك تحدثت عن نقطة أخرى ولم نتحدث عنها سابقا، وهي تلك مقاومة التهريب، تهريب التراث الثقافي، وهذه مشكلة يجب أن تعالج، وكذلك التكنولوجيا التي ربما تستخدم في التزييف. شكرا جزيلا لهذه النقاط كذلك. وأود الآن، قد تحدثنا عن السياق والذي تأسست فيه هذه المؤسسة والأشخاص الذين عملوا في هذا الأمر. نتحدث عن بعض الأشخاص، نتحدث عن ماريات، كانت مؤسسة من ضمن مؤسسات أو من أعضاء مجلس الإدارة في الألف منذ البداية، والآن بعد 4 سنوات ونصف من انضمام الألف والعمل الميداني، هل لديك بعض الأشياء تحدثين عن النتائج التي توصلت إليها والحوكمة في مؤسسة ألف؟ شكرا ساندرا للحديث عن هذا الأمر بشكل رائع. وأنا تشرفت بالعمل هنا في أبو ظبي منذ تأسس ألف، والعمل الثقافي بيننا وبين الحكومة الفرنسية وتلك المساهمات التي استطعنا أن نتعاون مع جاكلان والرئيس أولاند وغيرهم من الدبلوماسيين في فرنسا وفي نيويورك وننظر إلى تلك الأعمال. ولكن الشعار الذي تعمل تحته ألف هو أننا نريد أن نعمل، وبنديكت ربما تكون لديه تلك الرسالة أو تلك الإجابة لهذه الأسئلة. حين جئت إلى أبو ظبي كنت في ذلك الوقت نتحدث عن بعض المؤسسين الخاصين، ولدينا كذلك الحكومة الفرنسية وحكومة أبو ظبي، نريد أن نجمع بين هذين بين الجهود التي تبذلها هاتين الجهتين، وكان ذلك في فترة الجائحة وغيرها من الأمور. واستخدام هذا النموذج سيكون أو سيبنى منه نموذج يشجعنا على أن نتصرف بشكل أسرع وبشكل أكثر فاعلية أثناء الجائحة. وكذلك كنا في جنيف وفي غيرها من الأماكن، عملنا 20 سنة نعمل، فإذا هذا يعد نموذجا عالميا نهتم فيه بحماية المواريث الثقافية وغيرها من النواحي الثقافية وغيرها من الأمور. واليوم لدينا اليونسكو شريكا أساسيا وكذلك العديد من الرؤساء، أو لدينا الكثير من المسؤولين بنديكت وغيرهم من الأشخاص الذين نسعى فيهم أو نسعى بهم إلى العمل وبذل الجهود خلال هذا المؤتمر، والمؤتمر الذي عقد في العام 2017 في أبو ظبي، وكان جهدا كبيرا أن نجمع هؤلاء القادة جميعا، يأتوا من مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة. والمبدأ الأساسي الذي تأسست عليه هذا الأمر هو أن ننظر إلى بدأت مؤسسة ألف، وكان هذا أمرا مهما، ونريد أن نقول كذلك أن هذا يعد من الأشياء التي بها تأسست مؤسسة ألف، وكذلك أعداد الأشخاص الذين بدأوا، بدأنا من 8 دول
والآن نعمل في ما يزيد على 30 دولة ولدينا مئات المشاريع، وتلك المشاريع التي نعمل فيها لاحقا في أوكرانيا مثلا. وحينما نتحدث عن أوكرانيا ومبادرات أوكرانيا وغيرها من الأمور، ننظر إلى هذا الجهد الذي نبذل به هذه الأعمال، وننظر إلى هذه المسافة التي قطعناها في تلك الرحلة. نحن نجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات والجهود التي يبذلها الأشخاص من المؤسسات الخاصة، بين من يعملون في تلك المؤسسات ألف لم تكن تعمل لكي تحل محل تلك المؤسسات، ولكننا نريد أن نضيف قيمة إلى تلك المؤسسات وبقدر ما نستطيع. نحن لا نعمل على الأرض، نحن نريد أن هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون حكومتهم اليوم، وكان شيئا رائعا أن يكونوا بيننا اليوم، نحن نريد أن نفعل وأن نعمل بشكل دائم كما ذكر السيد محمد المبارك وغيره. أود أن أتحدث كذلك عن التعاون والتعاون والتعاون. نحن لا نستطيع أن نعمل هذه الجهود كلها وحدنا، لابد من التعاون بشكل أساسي، وهذا هو مبدأ العمل الذي نعمل عليه. كذلك الأمر المهم الذي يتحدث عن بناء أو تأسيس هذه المؤسسة، لدينا تلك الجهود التي تبذلها الحكومات، حكوماتنا منذ البداية، وهي تعد من الأمور التي بدأنا بها. نريد أن ننظر الأمر بشكل جيد، ننظر إلى ألف وجهودها بدأنا نشاهد بعض تلك الأمور بشكل أساسي في حماية التراث والمؤسسات الثقافية التي نسعى للعمل عبر جميع أنحاء العمل جميع أنحاء العالم، وننظر أن نمد أيدينا إلى الآخرين وأن نحافظ على التراث. هذا موجود في كل الثقافات، في كل الدول، في كل الأشخاص يفعلون ذلك كله، وننظر كذلك إلى هؤلاء الأشخاص في كل أنحاء العالم. وكذلك نريد أن ننظر إلى المدير التنفيذي لمؤسستنا. هذه الأمور ربما تقسمنا كذلك، لكن نريد أن ننظر هذه الأمور بشكل واضح، وتلك الأنساق بشكل والتراث الثقافي نستطيع أن نحميه ونهتم بتراثنا وتراث غيرنا كذلك. إذن رسالتنا ربما تكون قد صارت أكثر وضوحا، نحاول أن نهتم بتحقيق السلام والحفاظ على التراث، وتلك الشهادات التي تلقيناها من هذا الشخص المهم الذي كان يتحدث عن التراث الثقافي وكيف تأثرت تلك أو كيف فقدوا هذا التراث الثقافي وكيف تدمرت تلك المنارة، فهو هذا الأمر يعد خسارة ثقافية كبيرة له. ننظر إلى هذه الأشياء وإلى العاملين في مؤسسة ألف في كل هذه النواحي وفي كل هذه الاتجاهات. شكرا جزيلا لكم. شكرا على إبراز المشاريع التي قمنا بإنجازها وعدد المشاريع، ولكن أيضا فيما يتعلق بتعرض مواقع تغطية للهجوم، ولكن في نفس الوقت فهذا يقوم بتوحيدنا، ولكن حتى توحدنا وأيضا اجتماعنا معا فهو أمر مستهدف. وأيضا لهذا السبب لازم أن يكون هناك منصة عالمية مثل هذه المنتديات، وكذلك أيضا تحدث عن كافة الشركاء الذي تحدثت عنهم حتى نقوم جميعا على وعي ما الذي يعنيه أن نقوم بأن يتم يكون هناك تدميرا للمواقع التراثية وحمايتها. أود الآن أن نتوجه إلى كاترينا. شكرا جزيلا يا كاترينا على مشاركتك، لقد استرقت وقتا حتى تأتينا كل هذه المسافة، فنحن نقدر وجودك هنا. كاترينا، أنت تأتينا من أحد البلدان هي أوكرانيا، فهو بلد هو أولوية لألف وقد كانت على مدار السنة الماضية كذلك. هل يمكن أن تتحدثين على ما هو شعورك أن تعملين وما هو الوضع عن العمل مع ألف في سياق الأزمة التي لديكم، ولعلك تعطينا بعض الأفكار والحاجات الملحة التي لديك وما كانت ألف قادرة على تلبيتها والاستجابة لها.
أولا أود بالطبع أن أشكركم جزيل الشكر وأشكر ألف، وكذلك أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي على حضوري هنا وإمكانية حضوري هنا. لقد كانت رحلة طويلة والأوضاع فهي صعبة جدا، خاصة هذه الأيام أن أصل إلى هنا، ولذلك من المهم بالنسبة لنا جميعا أن نقوم بنقل هذا الصوت. لن أقوم بوضع كل ما أشعر به وفي هذا في دقائق معدودة لكي أدع المجال للمتحدثين الآخرين، ولكن سوف أعطيكم بعض الإشارات للأوضاع في أوكرانيا حاليا حتى تفهمون الصورة كاملة. وبالتالي فإن أوكرانيا تحتوي على كم كبير من الآثار والمواقع التراثية. لدينا أكثر من 160 ألف قطعة فنية قد تم تسجيلها، وهناك قطع أثرية لم يتم اكتشافها بعد، ولدينا حوالي 12 مليون قطعة منتشرة في المتاحف وفي المتاحف الوطنية والمؤسسات الثقافية الأخرى، وأيضا منها جزء من المجموعات الخاصة، وكذلك أيضا لدينا الوثائق الأرشيفية أيضا سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي، ولدينا حوالي 2000 متحفا. وبالتالي فإن الغزو الكامل منذ أن بدأ هذا الغزو فقد واجهنا عدد من التحديات، ولسوء الحظ لدينا قصة طويلة، ولكن في 2014 عندما كان هناك هجوم من روسيا وكان هناك كثير من المبادرات التي تم إطلاقها، ولكن قمنا بالاعتراف وتقديم الشكر لكثير من الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية واللجان، وكنا قادرين أن نقوم بتأسيس لجان أخرى التي تحاول أن تحمي التراث، وقد حاولنا أن نعمل معا ونقوم بمشاركة المسؤوليات، ولكن أثناء السنة السابقة وأنا أمثل وزارة الثقافة ولا ويجب أن يكون لدينا وجهة نظر، ولقد رأينا عدد من التحديات وكذلك أيضا مواطن القوة ومواطن الضعف في الأوضاع الحالية، ولقد واجهنا حقيقة كيفية ضمان والحفاظ على الهيئات الحكومية والدوائر الحكومية سواء على المستوى المحلي بسبب الاحتلال أو الغزو، لأن هذا الغزو قد حدث سريعا جدا ولم يكن هذا الأمر متوقعا من قبل كثير في أوكرانيا. وبالطبع أيضا لدينا هجرات ضخمة من المناطق الخطرة ينزحون إلى مناطق أخرى، ولدينا أيضا فقر في عدد المحترفين والكوادر، لأن كثير من الكوادر قد غادرت البلدان. على سبيل المثال في أحد المتاحف فبد كان علينا أن نقوم بإعادة التعافي والترميم، فهذا نحن غير قادرين أن نقوم بعمله، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأمنية وعدم الاستقرار. وكذلك أيضا من اليوم الأول من هذا الغزو فلقد بدأنا بالتواصل مع بعضنا البعض، لقد كان هناك وسائل اتصال غير مسبوقة واجتماعات على زوم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ولقد هذا الأمر مهم أن نقوم بشرح الأوضاع والموقف ونحصل على الدعم ونقوم بالحفاظ على التراث الأوكراني ونقوم بإبراز هذا التراث للعالم أجمع. ولذلك كان هناك نوع من الورطات والمشكلات، على سبيل المثال لقد حاولنا أن نقوم بوضع استراتيجية حتى نضع ثقافة وتراث أوكرانيا ونقوم بتحول العالم كله حتى يحصل على الدعم اللازم. كان هناك عدد من الشركاء وما علي أن أقول لهم أننا أوجه الشكر والتقدير بصفة الشخصية وبالنيابة عن فريقي إلى ألف.
وكذلك سوف أركز أيضا على المرونة، المرونة والمرونة والمرونة، فأركز على هذه الكلمة. لأن عندما يكون لديك هجمات واسعة وكبيرة جدا على كافة المناطق، وعندما نستيقظ في يناير من العام الماضي فلقد فهمنا أن كل شيء معرض للقصف، ولقد كان هذا موقف لا يصدق بالنسبة للكثير منا، وإن كل خططنا وكل أفكارنا فقد انهارت في لحظة واحدة، لأن لم يكن لديك مكان آمن داخل البلاد. وهذا مهم جدا عندما بدأنا في التفكير وفي المفاوضات والنقاش للحصول على الدعم المالي، ولذلك كان من المهم جدا أن نكون مرنين على قدر المستطاع، وكذلك أيضا التركيز على التفاصيل الصغيرة. عدد من أعضائنا وفريقنا المعني بالتراث في وزارة الثقافة في ذلك الوقت كانوا في مناطق مختلفة في ذلك الوقت، وأثناء الشهر التالي فكان لدينا بعض الأشخاص عادة ما كانوا يعملون أونلاين أو بشكل افتراضي، وأعضاء الفريق كانوا في المأوى أو مراكز المأوى لأن لم يكن لديهم وسائل الاتصال، ولذلك كان من الصعب جدا أن نقوم بتنظيم العمل. ونحن نفهم بالطبع أن ومع الأخذ في الاعتبار أن البيروقراطية أو الروتين ما زال موجودا ويسود العمل، ولذلك كان يجب أن يكون هناك نوع من المرونة. وأنا أكرر في جميع الأوقات أنه أثناء هذه السنة فقط كان هناك طريقة واحدة فقط للحماية وتقديمها للقطع الفنية والتراث الفني التراثي. وشكرا والفضل للتعاون الدولة مع الهيئات المحلية والجهات المحلية، وكذلك أيضا منظمات غير الحكومية والشركاء. وألف أيضا هي من أحد الشركاء الرئيسيين، فهي منفتحة جدا أثناء ذلك الوقت وودودين ويتميزون بالمرونة، لأن عندما نأخذ في الاعتبار عدد القطع والمؤسسات التي يجب أن نقوم بدعمها، فنحن نقوم بدعم أكثر من 160 مؤسسة ومنظمة في أوكرانيا من خلال ألف ومن خلال المنظمات غير الحكومية. وكذلك فإن هذه المؤسسات تتميز بالمرونة، ولذلك كان هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تمكننا للحصول على المساعدة التي نحتاج إليها. وكذلك نأخذ في الاعتبار أن المؤسسات الأوكرانية فقد كان هناك خسائر في ذلك الوقت حوالي 3,600,000 يورو في ذلك الوقت، وقد كان هذا الأمر مكلفا جدا. لا أتحدث عن هذا الأمر بشكل مفتوح، ولكن نحن نشكركم على هذا الدعم، ولذلك لقد قمت بمساعدتنا في حماية هذه الآثار، وكذلك أيضا أعطتنا إحساس للاستدامة لشعبنا، وأنا ممتنة جدا لهذا الأمر، وجميعنا ممتن جدا لما قمتم بتقديمه. ولذلك يمكننا أن أقول وأود أن أشكر معالي محمد المبارك وعلى عمله ودعمه واتخاذ القرار والعمل في الوقت المناسب. ولكن إذا ما استطعنا أن نقوم بعمل شيء الآن لابد أن ننجزه الآن، ولهذا السبب فإن التعاون مع ألف هو مهم للغاية وأمر مثمر، وأي نوع من الدعم سواء كان دعم مالي أو دعم عيني، والأمر يتعلق فقط بالمال ولكن يتعلق أيضا بالمسؤولية والفعالية، وكذلك قد يكون هناك أموال عامة أو متبرعين من الجهات الخاصة. وكذلك عندما نقوم باستثمار هذا الدعم في
الوقت مناسب وطريقة مناسب، لأن المستقبل يعتمد على خياراتنا في التي نقوم باتخاذها هذه الأيام. وشكرا جزيلا، وربما أقوم بإعطاء بعض التفاصيل في وقت لاحق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على شرح هذه التفاصيل الملموسة وكيف كان هو شعوركم في اللحظات الأولى، وكذلك عندما تقولين أنك تستيقظين في الصباح، وكذلك تريدين أن يتغير ويتغير العالم في ليلة وضحاها، وكذلك كيف أن هذا النوع من الشراكات يمكنكم بالاتصال مع الأشخاص الآخرين، وأيضا وكان الدكتور وكان هذا متخصص علمي وقد وجدكم وقد قام بالتواصل مع زملائكم وقد كان من ألف، ونحن نحاول أن نكون مرنين على قدر المستطاع حتى نقوم بدعمكم ودعم زملائكم بأي طريقة ممكنة. وهناك أيضا روح ألف، أننا بدأنا في نيويورك والآن أمل أن نقوم بسرد قصة ألف وتطورها فيما يتعلق بما نحاول أن نقوم بتحقيقه بدعمكم ودعم جميع الحاضرين. أن أوكرين بالطبع في بلد يأخذ الأولوية، وأيضا العراق، لقد تحدثت عن كثير من المشاريع التي تعاوننا عليها، 25 مشروعا في الموصل. دكتور ليث، هل يمكن أن تتحدث قليلا عن هذه الشراكة بين ألف والعراق وكيف استجابة ألف؟ الآن لدينا مشاريع مع أوكرانيا منذ سنة، أما مع العراق فهذا التعاون كان منذ وقت طويل منذ تأسيس ألف. هل يمكن أن تتحدث عن الشراكة مع العراق الذي قمنا بتطويره؟ إنشاء ألف تطورت العلاقة معهم بشكل حقيقي ورصين. طبعا ألف تعتبر من المنظمات الجادة والرصينة في عملها، إضافة ل سرعة الاستجابة لأهم وأخطر المشاكل اللي مر بها العمق الآثار العراقي، مثل ما قلت ضربتكم مثال معين، لكن الأثر الحقيقي لهم تواجدهم بالمنطقة، أيضا في أكثر شيء الآن موجودين هم في منطقة الموصل، أيضا المشاريع اللي طوروها الآن موجودة هناك بشكل مهم جدا وكبير، أكثر المشاريع الآن سوف تأتي إلى نهايتها الجيدة. تصور الفعل الحقيقي لألف سيترك بصمة كبيرة في منطقة ومنطقة طالت يد الإرهاب عليها، وكانت حاولت أن تشوه تاريخ هذه المنطقة. الآن ألف تساعد على إعادة هذه الروح للمنطقة، طبعا بدعم كبير للمجتمع المحلي. نحن نركز الآن في كل أعمالنا، في كل جهد تقوم به ألف، تطوير القدرات للكوادر الموجودة في المنطقة، هذه للاستدامة الحقيقية لعمل ألف هناك، ليس فقط صيانة وترميم وإعادة بناء، وإنما تطوير القدرات. لدينا جيل جديد الآن، جيل شاب يحب التعلم، له ريادة في العمل. ألف واحدة من أهم شعاراتها تطوير القدرات، تدريب، إضافة خبرات جديدة، أيضا هذه مهمة جدا عندما تترك ألف المنطقة. وكان واحدة من النقاشات المهمة جدا حول موضوع صيانة وإعادة تأهيل متحف الموصل الحضاري، طرحوا سؤال بعدها، قالوا بعد ما يتم التأهيل المتحف وإعادة بناء وماذا بعد ذلك، كيف سيكون لكم أنتم، ماذا ستفعلون بالمتحف بعد ذلك؟ وهذا سؤال منطقي مهم جدا، يريدون الإجابة الحقيقية، ماذا سيكون هناك بعد هذا الشيء، بعد ما
تؤدي أليف واجبها بالمكان. فإحنا نركز على عامل بناء القدرات. عندنا جيل الآن واعي رأى يد الإرهاب وهي تدمر ورأى يد أخرى تعمر، لذلك لهم الدافع الكبير بالتعلم بالإدراك، يطورون قدراتهم يريدون. عسى تكون أتصور الصفحة بعد ذلك يجوز سورة سنة سنتين ثلاث ناصعة جدا. ألف مدت يد اليد الحقيقية بالمساعدة، لم تتردد أبدا في عندما نطلب منها أي شيء في مكان ما، لم يترددوا أبدا بيد أو بالمساعدة في أو المساهمة في تطوير المكان أو إعادة بناء، لم يبخلوا بالأموال أبدا. حتى بعض الأموال هناك يعني مثل ما يقولون تجاوزت السقف الزمني لها، لكن عمليات الصيانة كانت بظروف ما تطلب المزيد من الأموال. أيضا كانوا متفاهمين هذا الواقع الحقيقي للمكان وقاموا بالدعم الحقيقي له. مثل ما قلت أنا 25 مشروع، أتوقع هناك المزيد من المشاريع في مناطق أخرى بالعراق. الآن في منطقة بغداد لدينا كثير من الأماكن التراثية، من الأماكن الحضارية مهمة جدا. أدركت أليف بعدما قدمنا لها الحاجة الحقيقية لأعمال الصيانة والترميم لهذه المناطق، أدركت أهمية هذا المكان ودعمت باستراتيجيتها الحقيقية في تطوير أيضا حتى البنى التحتية للأماكن التراثية. مثلا عندنا مشاكل في منطقة خمرجان في وسط بغداد، هذا دائما هاي المنطقة دائما لها مشاكل مع المياه الجوفية، هذه الاستدامة مالتها كيف نقضي على هذه المشكلة بأفكار وخبرات خبراء ألف لكي يتمكنوا من القضاء على هذه أنا أسميها الآفة اللي دائما تظهر لنا بين فترة وأخرى وتدمر المكان، ليستطيعوا بشكل نهائي إنهاء المشكلة. إذن أيضا يضعون الحلول لاستدامة بالعمل الحقيقي للمكان. مثل ما قلت إيوان المدائن أو ما يطلق عليه طاق كسرة أو طايصفون، منطقة رائعة جدا، منطقة سياحية، منطقة مرتبطة بالمجتمع المحلي بشكل كبير. ألف لها رؤية بعيدة المدى، قامت بالعملية الإنقاذية الأولية يعني المرحلة الأولى، الآن تأتي المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بشكل كامل لإكمال بناء الطوق ليكون بشكل الحقيقي السابق. أيضا تتأهل المنطقة بإنشاء متحف وإعادة تأهيل، والمتحف البناية موجودة لكنها قديمة، إعادة تأهيل المتحف لهذه المنطقة أيضا. يعني تنطي فقط ليس بعد أنه كملت أنا مشاريع الصيانة هذا المكان وانتهى، لا، هذا راح يكون وجهة سياحية حقيقية للمنطقة هذه. إذن الدافع الحقيقي ليس فقط كالحفاظ على الآثار، لا، هذا عمل مستدام، هذا سيكون منطقة حضارية سياحية حقيقية تدور الأموال على المجتمع المحلي هناك. إذن هناك استمرارية بالعمل. إذن هناك بعد تأهيل هذا المكان من قبل ألف جعلت هناك استدامة واستمرارية بإحياء هذا المكان من جديد سياحيا، سيكون وجهة سياحية حقيقية للمنطقة. هذه واحدة من الأعمال الجيدة جدا اللي أشوفها أنا تكون بشكل كبير وواعد بالمنطقة. هذا مثال من الأمثلة الكثيرة اللي أنا ما أقدر الآن أقعد أعددها. طبعا منطقة أيضا الكنائس اللي موجودة، التدمير اللي صار هناك في الموصل لم يطل فقط الجوامع والكنائس، أيضا ألف تقوم بترميم العديد من الكنائس وإعادة تأهيلها لإعادة اللحمة لهذا المجتمع الحقيقي. ليس فقط هناك ترميم وصيانة للمساجد وإنما الكنائس أيضا وبيوت العبادة. فهذا هو التركيز الحقيقي لألف، هاي البعد الفيجن الحقيقي، الرؤية الحقيقية البعيدة المدى، اللحمة الحقيقية بالمجتمع العراقي، هذا مهم جدا. Thank you. Thank you. شكرا جزيلا لكم. و
وهذا يعد من المشاريع المهمة لشركائنا. وأظن أننا وكذلك هذه التعليقات التي نتلقاها هي تعليقات مهمة تحتفي بالمستقبل. وهذا المتحف يعد من تلك المتاحف، كان من مشاريعنا الأولى التي بدأنا فيها معك ومع اللوفر في غيرها من المعاني أو في غيرها من المؤسسات التي تعنى بالآثار. وهذا الأمر فيما يتعلق بالسياحة والأثر الثقافي والأثر الاقتصادي والتدريب والمعرفة التي تكون لدى الناس في الموصل، واستطاعوا أن ينظروا إلى هذا المتحف وكيف يعملون في هذا المتحف ويتعاملوا مع القضايا الحرجة. وهذا يعد هو ثمرة العمل وفي حماية التراث الثقافي. بنديكت، إذا نتحدث الآن وفيما يتعلق بالتراث الثقافي، وهذا يعد من الشركاء الأساسيين لنا في العملية معنا. هل تستطيع أن تتحدثنا عن طبيعة هذه الشراكة وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون معنا في هذا المشهد الثقافي المعني بالحفاظ على التراث الثقافي في العالم؟ شكرا ساندرا، وأشكر كل من معنا هنا فيما من يعمل في الميدان أو من يعمل في هذه المنتديات، ونقدم هذه الخدمات وهؤلاء الأشخاص الذين يتسمون بالشجاعة في العمل الميداني. ساندرا، أريد أن أجيب على سؤالك. ساندرا، نحن نتحدث عن الدعم، ومن الأشياء الأساسية التي بدأنا في إحنا ننظر إلى هذه الأعمال وهذا المجال كله بالكامل كيف يعمل. إذا ننظر إلى هذه الموارد الطبيعية التي نعمل بها، وهذه تكلف مليارات الدولارات، والمجال بشكل عام الكوارث الطبيعية نحتاج إلى أن ننظر إليها، وهذه الكوارث الطبيعية كذلك وتعد كذلك من المصادر غير المتجددة، وكل شخص يريد أن ينظر إلى ما فعلته ألف. فالدعم لابد من الأمور المهمة، وكذلك ننظر إلى كيف هذه الأعمال وتلك المناطق في كمبوديا أو في غيرها من الأماكن، وتصرفنا كذلك في بابلون. إذن لدينا هذا المكان الذي نستطيع أن نذهب فيه وأن نعمل فيه وأن نجمع الأموال ونقدم المنح، فهذا كلها أمور مهمة. وكذلك في أوكرانيا قد يعد الأمر مهما، ولكن الأمر قد يكون مختلفا في أماكن أخرى. هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين في بما يتعلق بألف، ننظر إلى ألف وما تتفاعل به في كثير من الحالات في مواطن الصراع. لدينا الكثير من أوجه كثيرة متعددة المعاني. في اليمن مثلا لدينا العمل ما زال حرجا، وما زال الصراع مستمرا في اليمن، وما زال الأمر هناك غير آمن بشكل كامل. فنحن نحاول أن نهتم بقصر الإمام أو حمام المظفر أو غيره من الأمور، أو نضع مخططات عامة للمستقبل. نحاول أن نقدم تدريبا للأشخاص هناك في الخارج، ونهتم بدعم شركائنا اليمنيين. كذلك ماذا نفعل بعد هذه الصراعات الشديدة؟ كذلك الأمر في الموصل وألف، كذلك تسأل التحالف أن تنظر إلى التصميم وتصميم متحف جديد في الموصل. هذا ما يتعلق بالتراث وكيف هذا التراث يستهدف، ويستهدف كثيرا في فترات الصراع، ولكن التراث كذلك يعد جزءا من الأشياء الأساسية في فترات ما بعد الصراع. وهذا هؤلاء الشركاء الذين يعملون معنا، نحاول أن نقدم هذا الأمر في الموصل، ونحاول أن ننشئ متحفا جديدا في الموصل يكون مركزا ثقافيا ويعد من المكونات الأساسية في مدينة الموصل. وأظن كذلك أن هذا قد يكون من الأماكن الرائعة في كمتحف الموصل، وقد توجد كذلك في أماكن أصغر وفي أماكن لها أهمية رمزية أكبر مثل
إعادة بناء ضريح مهم للأقلية اليزيدية، ونريد أن نركز كذلك على بعض تلك المتاحف والآثار الشهيرة، ولكن ينبغي أن ننظر كذلك إلى بعض الآثار المهمة التي تكون ملكية للأقليات، كما في ضريح زاد الذي تمتلكه الأقلية اليزيدية في العراق، وإعادة بناء هذا الضريح بطريقة تعد من الأمور المهمة التي تؤكد على الناحية المعنوية والاعتراف بأهميتهم. كذلك مؤسسة ألف مهمة كذلك في على المدى الطويل، والتفاعل بين التراث والصراع، وعلى المدى هذا يعد من المعايير أو الدبلوماسية التدخل في فترات الصراع، وعلى الحدود بين تركيا وأرمينيا، وهنا على مدى طويل كانت توجد الكثير من الأعمال الحربية العدائية بين الطرفين، فهذه المنطقة فيها الكثير من الأرمن والترك، ففي غضون في تلك المشكلات السياسية أو التي تعصف بين الجانبين لابد من وجود حوار يتعلق بتلك الآثار التي يمتلكها هذان الشعبان، والأمر ربما لا يكون متأخرا كثيرا، ولكن ما زالت لدينا الفرصة. وأريد أن أشكر فان فاليري لما أسهم به من جهود اليوم، وننظر قد علمونا كيف نقود مؤسسة مثل هذه المؤسسات على مدى تلك السنوات الست التي مضت، وهذه كلها كانت أمور رائعة، واستطعنا أن ننشئ الكثير من المشاريع التي كانت مبنية على رؤية، ولذلك شكرا جزيلا لفاليري. ولهذا الفريق الرائع الذي تكون ويعملون في هذه الظروف الرائعة بطريقة مهنية ويدربون الناس، ونشكركم شكرا جزيلا لهذه الجهود. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للحديث بشكل واضح وعن التراث الثقافي وبناء السلام بهذه الطرق التي وبهذه الأمثلة التي وضحتموها عبر هذا الهاشتاج. شكرا جزيلا لهذا الجهد. إذن في النهاية أود أن أطرح سؤالا عن سنوات ديانا وماريات، وقد تكون ماريات معنا. أريد أن نتحدث عن بعض الدروس البسيطة المستخلصة من هذه الأشياء التي نستفيد بها في المستقبل ونواجه بها ما قد يحدث في المستقبل. نريد تلخيصا عن هذا الأمر. شكرا جزيلا ساندرا، وشكرا جزيلا كاترينا لتلك المرونة التي نتحدث بها ونؤكد عليها. وحقيقة لكل الدول وكل الأماكن أنظر إلى تلك الدروس المهمة لدورنا الآن وللجنة العلمية كذلك. كيف ننظر إلى هذا التراث وتوفير الدعم المالي لها؟ وهذه الأماكن التي دمرتها داعش في العراق في كانوا يركزون على التماثيل وتوفير الدعم اللازم لها، وبشكل أساسي لابد من توفير هذه الأمور الخاصة بهذه هذا التراث الثقافي الذي كان في تلك الأماكن الذين كانوا في الماضي، الذين يعيشون اليوم، والذين لديهم بعض الاحتياجات الخاصة بالتنمية الثقافية والتنمية الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم لذلك. إذن نريد أن نفكر في هؤلاء جميعا، والأمر الأول لابد أن ننظر إلى هذا نريد ألا نتجاهل أو ألا نقلل من تلك الفروق التي بين الأشياء الملموسة أو التراث الملموس والتراث غير الملموس، فهذا الفارق ربما لا يكون موجودا كما في مثلا في إفريقيا أو في وسط آسيا.
يحتاجون إلى تدريبا وبعض التقنيات التي يركزون عليها. فالتدريب تدريب شخص، وهذا الشخص يستطيع أن يحمل التراث الثقافي في طريقته. فهذا الأمر ربما يكون هذا الجانب غير الملموس ينعكس في ممارساته، والنظر لتلك السنوات المبكرة التي عملت بها فرق ألف، وأظن أن هذا أمرا مهما. الأمر الثاني هو أننا نأمل في أن نكون جميعا لدينا مزيد من التمويل الذي يقدمه السيد محمد المبارك من مؤسسة ألف، وأظن أن هذه الاتجاهات التي نسعى بها. هؤلاء الضيوف الذين يحضرون معنا في هذه القاعة اليوم نتعلم في جميعا وننظر إلى أهمية المجتمع المدني في تقديم الدعم في حالة التدخل في إنقاذ تلك الآثار وغيرها، وننظر إلى أهمية هذا الأمر في المدارس، في الجامعات، في جامعتي. وليس الأمر متعلقا بتقديم أو بإعداد الخبراء، بل لابد من إعداد المواطنين وإعداد المجتمع المدني للمساهمة في ذلك. إذن مكونات هذا الأمر تنعكس في العمل الذي تقدمه مؤسسة ألف، وأمل أنني أستطيع كذلك قادرة على الإسهام كثيرا في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا. أثر ألف على المستوى العالمي استطاع أن ينشئ هذا الوعي الواسع الذي بدأ ببعض المشاريع القليلة في هذا الجزء من العالم. في هذه الأيام نستطيع أن يكون لدينا أو أن ننفذ عددا من 124 مشروعا في كل أنحاء العالم، ولدينا مزيد من الجهود التي نبذلها لتنشيط هذه النواحي وعلى المستوى العالمي. وألف كان دائما يحترم يؤكد على يدعو المجتمع الدولي للإسهام في الدعم وكذلك في زيادة الوعي بأهمية دورها. وهذه الأيام لدينا شركاء صينيون يقدمون الدعم لمؤسسة ألف، إذن نحن جاهزون لأن نعمل في آسيا وأن نزيد الوعي بهذه الأمور في مناطق كثيرة وفي دول كثيرة، وخصوصا في الدول الفقيرة، وأن نقدم الدعم للنشطاء الذين يستفيدون من مؤسسة ألف على شكل واسع، ونحن سعداء بأن نعمل معا في المستقبل. ولا أريد أن أكرر ما سبق وذكره الزملاء بما يتعلق بالمرونة، فألف هي نموذج بذاته وفيما يتعلق بالمرونة، والدليل على ذلك هي تلك الفعاليات التي تعقدها مؤسسة ألف وما أنجزته ألف بخصوص تلك المتاحف. وأظن أن توجد حاجة لمزيد من التواصل للتعبير عن اهتماماتنا التي نهتم بها في مؤسسة ألف، ونريد أن نبذل مزيدا من الجهد في بناء العلاقات والتواصل. وأظن أن مؤسسة ألف لا تحصر جهودها في مسألة الحفاظ على التراث المادي الملموس، ولكن كذلك التراث المعنوي. وتلك المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي تهتم بالتراث المادي والتراث المعنوي، وهذا يعد من التحديات الكبرى التي تواجهنا.
وخصوصا تلك المواريث أو تلك التراث الغير المادي. وأظن أن ألف تهتم بهذا الأمر وبهذا المجال ووضع خطط وقائية واستراتيجيات وقائية. وأستطيع أن أقول أن مالي في هذا الموقف لم تكن قادرة على أن تخرج من هذا الموقف بدون مساعدة. أظن الحماية والوقاية كانت أمرا مهما، واستطعت ألف أن ترشد وأن توجه جهودها للحفاظ على التراث غير المادي، وكذلك الحماية والوقاية، فهذا أمر مهم جدا. ولا ينبغي أن نكون أن نستدرج إلى مناطق الصراع وأن نحمي تلك المواقع قبل من الدمار قبل وقوعه. إذن كاترينا، السؤال الأخير في هذه الجلسة عن ألف. هذا سؤال صعب جدا، ولكن أود أن أطرح بعضا من الأفكار على الحاضرين معنا على طاولة النقاش عن هذه العمليات، عن هذه الجهود. الآن ما زلنا نشهد تطورا من عدد من الطرق التي نستطيع أن نحافظ بها على تراثنا، وقد يكون صعبا لنا أن نصف هذا الأمر وقد أو أن نفكر في هذه الطرق، لكن كانت رحلة طويلة من الجهة شبه الرسمية. كيف أقول ذلك أو كيف أعبر عن ذلك؟ كان مشروعا رسميا ركز على موضوعا معينا، وننتقل من تلك الأشياء إلى الناس، وكنا نسعى لتطوير بعض بيئة عالمية تهتم بحماية التراث الثقافي، والنظر لتلك الاحتمالات التي نسعى للعمل وفقا لها. وفي وقت سابق مثلا في دولتنا، وأظن في دول أخرى كثيرة، الدولة كانت هي الجهة الأساسية المسؤولة أو الجهة المالكة الأساسية لتلك الآثار أو تلك وكانت تسعى لإدارة كل شيء وتنسيق كل شيء. ولكن الوضع الآن صار، وإن لم يكن بشكل سريع جدا، بدأ نموذج آخر يبرز من تلك البيئة، هو المستوى الذي نعمل فيه. هو تحدي وصعب أن نتقدم في هذا الاتجاه، ولكن ليس أمامنا خيار آخر. فالأمر هو هذه تعد طريقة أساسية، ليس فقط أن نحمي، ولكن لابد أن ننظر وأن نعد أنفسنا لبناء أشياء تتعلق بالمستقبل. إذن هذه من الأمور الأكثر أهمية في هذه القاعة، ومعنا الكثير من الأشخاص الذين ساهموا بوضع حجر الأساس لهذه البيئة، وكان ذلك من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحالي، وما زالت الفكرة دائمة ومستمرة، ولدينا الكثير من التفاصيل المهمة بهذه الطريقة. فليس الأمر بوضع خطط إرشادية أو خطوطا إرشادية، ولكن نريد أن نركز على الناس، لأن كل شيء يعتمد على الناس. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا مع الآثار دون التعامل مع الناس. إذن هذا المنتدى وهذه النقاشات التحليلية وتلك الموضوعات التي نتناقش فيها هي نقاشات مفتوحة لنا جميعا، وتقدم لنا طرقا مهمة للعمل. شكرا جزيلا لكم ولتشجيعنا على التفكير والمناقشة ومقابلتكم جميعا.
إذن نحن لا نريد أن نعقد هذا الاجتماع كل 6 سنوات بل كل 2 سنين. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذه طريقة مهمة لختام هذه النقاش أو لهذه الجلسة النقاشية. نشكر جميع المناقشين ونشكركم جميعا لحسن استماعكم ولحضوركم معنا، ونأمل أن نلتقي معكم بعد 15 دقيقة من استراحة القهوة هذه. نلقاكم بعد قليل. شكرا جزيلا.